الشيطان بداخلي، أتوسل من أجل المغفرة. أمي، أنا خائفة. كانت تلك آخر كلمة لفظتها أناليس الشابة التي حاربت الشيطان لسنوات طويلة حتى انتصر عليها. فما قصة تلك الشابة وما الذي حدث معها؟ في عام 1952 في إحدى بلدات مقاطعة بافاريا الألمانية ولدت أناليس ميشيل لعائلة مسيحية كاثوليكية متدينة، وكانت حياتها طبيعية للغاية ومفعمة بالحياة. لكن عند سن 16 بدأت تظهر على أناليس أعراض غريبة، حيث لم تستطع السيطرة على أجزاء من جسدها، الأمر الذي جعل والديها يقومان على الفور بإدخالها إلى المشفى لمعرفة سبب تلك الأعراض. لكن حالتها بدأت بالتدهور أكثر، وبدأت الشابة تحكي عن رؤيتها لوجوه غريبة تحدق بها، وتسمع أصوات وصرخات في رأسها تقول لها بأنها ستحترق في جهنم. لم يقف الأمر عند هذا الحد، فخلال إحدى جلساتها النفسية أخبرت أناليس الطبيبة بأنها تشعر أن جسدها مسكون، وأن الأصوات التي داخل رأسها لا تكف عن الكلام، وأنها بدأت تأمرها ببعض الأعمال التي لا ترغب أناليس بها. لكن الطبيب أخبرها بأن ما تشعر به مجرد هلوسة فقط، وأنها ستختفي مع الوقت والعلاج. إلا أن تلك الشابة المسكينة لم تشعر بالتحسن، حيث بدأت تتصرف بسلوكيات غريبة وتعنف أي شخص يحاول الاقتراب منها، كما أخذت تحطم أي رمز ديني تجده، وتكسر أواني الزهور، وتمزق ملابسها، وتنام على أرضية الغرفة. تلك الأفعال جعلت أسرة الشابة تتوسل إلى الكنيسة لتتولى علاجها عن طريق جلسات طرد الأرواح، ووافقت الكنيسة في النهاية بعد رفضها مرتين نظراً لسوء حالتها. فبدأت أناليس بالتردد على الكنيسة لمدة عامين، وكان يتم إجراء جلسة أو جلستين أسبوعياً لأناليس التي أخبرتهم خلال هذه الجلسات بأن جسدها مسكون من قبل 6 أرواح شريرة أو أكثر، من بينها روح قابيل ونيرون والشيطان نفسه. وبدأت أناليس تشعر ببعض الراحة بعد جلسات الكنيسة، إلا أنها من فترة لأخرى كانت تشعر بنوبات هستيرية شديدة، حيث يتجمد جسدها وتفقد الوعي. وفي آخر جلسة تم إجراؤها كانت في 30 يوليو تموز عام 1976، وكانت أناليس خلال هذه الفترة قد أنهكت تماماً، حيث كانت تعاني وعكة صحية شديدة، وأصبحت في منتهى الضعف والنحول جراء امتناعها عن تناول الطعام لفترة طويلة. وكانت آخر جملة لها خلال جلستها الأخيرة هي: أتوسل من أجل المغفرة. ثم التفتت أناليس إلى أمها للمرة الأخيرة وقالت بصوت متهدج: أماه، إني خائفة. وكانت هذه هي آخر كلماتها، إذ فارقت الحياة في نفس الليلة عن عمر 23 سنة. إذ فارقت الحياة في نفس الليلة عن عمر 23 عاماً ووزن 30 كيلوغرام. ووجهت المحكمة تهم لوالديها ميشيل ووالدتها آنا وكل من ساعدوهم من رجال الدين بارتكاب جريمة إنهاء حياتها بسبب الإهمال. إلا أن الكنيسة أخرجت أشرطة الفيديو التي تظهر أناليس أثناء جلسات علاجها وهي مغطاة بالكدمات وتعاني من حالة رعب، ما جعل الدفاع يقنع المحكمة بأن ما حدث كان فوق طاقتها، وحكم عليهم ب6 أشهر سجن مع إيقاف التنفيذ.